والله خلصنا مدر كله. نال عني على 75 بلوكة وعلى 10 بياس يمان تلقانا من أخوه فاسي تعبت يا مانا كيف قلضاني؟ لو لو رجع من كسر داري أبو عزاب؟ إيه ليه ما تنصي زنكي نصير صحابي سيارات مثلي؟ منصير بيجي يوم ومنصير لا تخاف وطول أبو عزاب هذا بس شغلة بدها الصبر وطولة بال أهم شيء يكون بالك طويل وعندك صبر بتصير وبطول أبو عزاب هذا يو أبو عزاب محمد شو عم تعملوا انتو خلصوا شغلكم ولا بس عم ناكل معلم قوموا مع الشغل بسرعة قوموا ما ضل وقت يلا يلا قوموا بس نخلص السندويشة بعد إذنك تركها من إيدك وقوم على السريع قوم كول أنت عم تشتغل بسرعة يلا يلا معلم يلا بسرعة بسرعة ضل عندنا نص ساعة نطلع لغير منطقة بتحكي هيك بهيد عالم حطم لك شعورك كله حطم لك بس صدقني بس ضلينا إيد واحدة نحن إيد واحدة إن شاء الله بدوم يلا قوموا يا شباب هيا ابو عزاب وهي اخذنا المول وصار معنا مصاري نفتك للنيران قلت لك يا محمد الشغله بس بدها شوي صبر وشوف الله طعمنا والله رزقنا الحمد لله هذا المول كله الحمد لله محمد هذا ايه؟ كلياته بفضل رب العالمين الله وبعرق جبيننا الحمد لله عن جد يا ابو عزاب لو انا وانت ما كنا ايد واحده ما كان صح ما بنوصل لها صح لو ما كنا ايد واحده بالتوفيق من رب العالمين حياتنا ما بتصير توكل على الله انت روح شوف المحاسبين تمام وانت روح شوف المحلات توكل على الله كم مره قلت لك ما تدخل بالمحاسبه شو شغلتك بالمحاسبه انت كيف شو دخلني انا شريكك ولا بطيخ شريكي شي نوع شفتني دخلت بالمحلات شي انا ما بتدخل بس بالمحاسبه لا تدخل ابدا ابدا هذا كان اولي هلا بختلف الكلام شو مختلف الكلام ما بختلف شي مثل اولي عجبك عجبك ما عجبك الله معك حبيب قلبي يا ابو عزاب هالكلام ما بتنحكى معي ثاني شي انا وانت متفقين شراكه انا ما اختلفت معك بس يا اخي صار لك كم سنه 10 سنين انت لحالك مسؤول عن المحاسبه ما اختلفنا امنا صدقنا وانا واثق فيك عشان ما تشكك بحالك بس ابو عزاب انا زلمه من حقي اعرف ايش عم بدخل ايش عم بطلع من حقي كمان انا كمان اتواجد على المحاسبه ولا بس ناقص تجي بتسجل علي لما بصير ناقص تجي بتحسب علينا خصم ليش لازم اعرف انا ايش عم ساوي انا وانت شراكه ولا طيب مكتوب كل شيء ولا مو مكتوب عم كل شيء ولا ما عم كتب بس انا بدي اكون حرف انا كمان بدي اكون موجود مع المحاسب ليش ما اكون محاسب هذا وروح اساله اذا في شيء غلط بالقصه كلها اذا في شيء غلط تعال خليه يحكي معي وقت الحساب ما نروح نحاسب سوا غيرك ما عندي ما بصير لا بصير اذا هيك ما عاد انت عم تشكك فيني خلص انا بدي افضي الشراكه فضي ما تفضي مشكلتك ثقه ما في انا وانت موضوعنا شغل ما عاد اثق بابوي انا لما صرت صرت بطلت تثق فيني اول على اساس ايد وحده اصلا انت من مين صرت لو مو انا انت ما بتوصل لهون انا هيك انت جربان يا زلمه انا جربان ايه ما في مشكله فضي الشراكه لنشوف مين جربان حبيب قلبي لو مو انا انت بحياتك ما بتصير لو مو انا انت بحياتك ما بتتذكر الكلام اللي قلت لك اياه انا قلت لك من هون بعد 10 سنين بدنا نصير صرنا ولا ما صرنا بعرق جبيني فاهمي ما اخذ شيء من جيبتك ايوه هيك صار الحكي لك ايه معناتها شغل سواء ما ضل رح نفسخ الشراكه لو ما صار شيء والخساره مش لنا نصف النص انا ماني مسؤول عن الخساره شو مالك مسؤول عن الخساره شلون بس فهمني شو مالك مسؤول عن الخساره نزل ايدك شباب مو ربحك لنا سوا ربحك لنا بالسوا بس بالخساره شو ما بتحمل الخساره انت لانه انت اللي عم تطلب فسخ الشراكه مو انا ايوه تمام ما في مشكله راح اشيل الخساره انا بس لايام بيناتنا يا محمد بتشوف ايش اللي يصير بس فهمني كلمتين يا خالد انا وضعي شوي مكركب هلا والله بعرف فهمان عليك بس طول بالك علي بس شغل شهر بس خلي شوي يصير حركه بالمحل والله بجي بعطيك كل دينك
خلص تروح، طول بالك عليك. تكرم ان شاء الله راس الشهر وحيالك اعطيك كل دينك. بس والله الله وضعي تعبان، يعني انت بتعرف شو مشاكل ديون، يعني والله القصه براسي. ماشي حبيب قلبي يا طالب. الله يبارك سلام. اوه مين الجبل هاي؟ مين؟ اه هاي الثاني. يا جماعه تعال تعال فيك تاخذ دينك. انا في معي شي 500 ليره، تعال اعطيك اياها والباقي بكملك اياهم بعدين. لك يا اخي والله الحال من بعضها، والله تعبان يعني وضعي كثير تعبان. يشهد علي الله اذا بيع محلي كلياته ما بوفي لك دينك يا رجل. صبر علي والله، بس خلي شوي يصير عندي شغل ان شاء الله شوي شوي بعطيك اياها. حسبي الله ونعم الوكيل. حاليا معي 500، بدك تجي تاخذ. تمام انا بالمحل عم استنى. سلام. حسبي الله ونعم الوكيل. اسمه محل كله دين والله، الا اذا بيع محلي كله بدك تبني. لا اله الا الله. من وين واحد يجيب هلا؟ من وين؟ لا اله الا الله. شو يا معلم؟ انا تمام. تريد دفع له انت اللي هي. والله يا ابو شريك انا شفت عينك والله عم كش دبين. هيك نعطيها معك بالسكنه وقت تكش دبين ودبينها ما شرب يا اخوي، شو لك حقك على راسي. بس طول بالك علي هيك. معك 24 ساعه كل حالك. والله ما معي. ولا كلمه. 24 ساعه تمام؟ صبرا جميل لله المستعان. اشحن اشحن. اخ بس اخ هالشراكه ما استفدنا منها غير خساره. ماشي يا معزه، اخذ المصاري كله هو اللي اعطاني المحل والمول، كل الخساره شال الربح ومشى على اساس انه والله خساره بالنص. اكيد اكيد انه مبسوط شايلني كل شيء، وانت مو مكسور كل شيء وهلا مبسوط. بس الواحد يعمل اصله الله يسامحه ويوفقه ويبعده عن ما احسن شيء. يا رب افتحه بوجهي وارزقني يا رب، لا تحجني لغيرك يا الله. شايف؟ شايف شلون ضحك عليك؟ لسه بتقول اخوي واخوي. يا زلمه شايلك الخساره كلها وعافك انت ترميه برا، والله لو بدالك عليه الحلال لاذبحه لافرمه. شوف يا زلمه محله صار نار يا رجل، انت وين؟ انت صرت شحاط. شوف هو لا بتدين العالم لا يسوي لحدا ولا سأل عليك اصلا، كبك لبرا يا زلمه واخذ كل الارباح وكير. الله لا يسامحه بس، الله يستغفر فيه بس، الله لا يسامحه. والله بتعرف الصراحه لو انا كنت بدالك والله كنت فرمته. يعني وزا اخوي. ماشي. عرفنا امشي. ماشي الايام بيناتنا. اهلين وعليكم السلام. اهلين وسهلين. على فكره انت ضحكت علي وشيلتني الخساره كلها لي وانت اخذت المحل. خساره شو حبيبي؟ خساره شو؟ الخساره كلها انا شلتها. لا اله الا الله. عذاب ماني خلق اطلع بوجهك، روح من هون. شو مالك خلق طلع بوجهي؟ شلحتني المحل وشلحتني المصاري وشلحتني المحل كله وانت اخذت طلعتني برا. شوف انت شلون فتحت المحل وانا ضليت برا. انا لا طلعتك ولا دخلتك، ما انت قلت لي انا باخذ مصاري وانت خذ الاملاك والمحلات؟ ما انت بس طلع المحل بسوى اكثر، وانا بدي نص المحل. بدي نص المحل. شو مالك بدك؟ بدي نص المحل. ما بعرف انا. يعني جاي تاخذ صلبطه عندي؟ صلبطه مو صلبطه، هذا حقي. حقك بالكامل، ما بيطلع لك عندي شيء ثاني. هذا حقي بدي اخذه انا. نحن نص يومي. المحل بدي نص المحل، بدي نص المحل. لك يعني يوم. بدي نص المحل، يعني بدي نص المحل. مو بكيفك غصب عنك بدي نص المحل. ما بعرف اذا تجي بهالطريقه مشان ما اطلعك من هون محمل. ها انت تطلعني محمل؟ محترمك انا لهلا. انت اخذت اللي بدك اياه بكيفك مو بكيفي. شيلتك كل شيء انت بكيفك. انا ما حكيت شيء معك. ما بعرف المحل بسوى اكثر من هيك. لك شو بسوى اكثر من هيك؟ انت ضحكت علي اخذت المحل. انا ما ضحكت حدا، انت اللي كتبتهم مو انا. انت طلبت المصاري وما طلبت المحلات. انا شو مجبور؟ انا طلبت المصاري لانه انت قلت لي المحلات ما بسوا. ضحكت علي ضحك انت، قلت لي المحلات بسوى اكثر. ابو عساف بعد اذنك طلع لبرا المحل، لا تسوي الوجع راس بسرعه. انا عم طلعني من محلي؟ من محلي؟ هذا محلي عم طلعني منه؟ شرط تكون محلك. هذا محلي الي وانت مثل كلب تطلع لبرا هلا. طلع لبرا.